حتى في قهوه تلقى لي ريكش واحد يمان فلاره الحمراء ذي اللي نصورك بها نخمم في الصيش باش نعطر I don't love this game but love big money I don't love my name but father some money this girl my dream brought me big money I don't love this girl but love big money مخي مصاب بمدد بالعصاب بس بدي غراب ذارب نبرة ما ساب بدي لمخدر حياة العذاب غالب عسلامة عسلامة تربية والأخلاق شقولكم برزوم يعني نبدأ بتربية قالوا أنا ستريسي أنا عايش خويا عملها مش فيلو لا مش مانيش نقري لكم حد شيء اليوم اللي بيش يريفز فيلو يريفز على روحه وهاني ذكرته لما حالة هو اسمه فيلو علاش اسمك فيلو خاطر جاي من فلسفة قلت لكم اليوم اسمع ورقة وستيلو ريفيزيون انا نقول لكم يا لك الكل اتش بي فيلو انت من بنزرت بنزرت مات ما مات بالضبط اش قولك والله نعملوا شارات البنزرت نعملوا شارات البنزرت نعملوا شارات البنزرت احلى بنزرت وبالرسمي طالعين فيها برشا وحدين ريت برشا وما كنت مكتشفتهم انا برشا خاطر ما تبعش برشا راب تو ريت بالرسمي يعطيهم الصحة وخمة مزيانة بيج لوف البنزرت وماتر ونسكن شجعكم حطينا بيج لوف زادة بيج وقت سمعت الراب أول مرة عرفت فما حاجة اسمها راب وانا صغير كيف نسكن صغير كيف ينعبت في التركينة هكيك بيج كيفاش قررت باش تكتب من بعض ولا الكتيبة هي بديت من قبل كيفية كنت نقرأ كلي مغروم عربية وفلسفة كعندي مع بديت بالشعر كتيبة وقتها كانوا اصحابي اللي عنده طفله مش يركحها ولا حكي اي تكتب له يا ابو حميد راني نحب فازه بي نكتب له هكا ديما ماشي هكاك فهمتني في كتيبه نكتب وحدي هكاك مشيت صحيح مشيت صحيح صحيح تاكل لي وقتك كنت نقرا منه بيك لي انت تشعر ولا شنو ميساجك في الراب تاخذ من حاجه من واقعك ولا تستخايل شي تحب توصل وما حاجه تحب تصلحها ولا شنو نقول لك في الراب مش تحكي معناها كأي واحد مش يبدأ راه ومش يحكي على حياته كيفاه من الأول كيفاش ما عندوش فلوس باش يسجل كيفاش بديه وحده قولوا احنا كتمرميد الكل مرميد الكل مش يحكي عليه فهمتني ومش يبدأ كل مرة مش يزيد في النيفو متاعه ومش يزيد يعمل حاجة بوازرة ومش يزيد يتطور من الحكاية اللي يعمل فيه عليك كل حاجة تصير لك هكا في النهار صحيت كل حاجة مش تصير لك انت بوازر مش تحسها صحيت مش تكتبها وراي داركم بلي ما عارف شنو قالوا لك الوالدة عسلامة تا الوالدة قالت لي ايه الوالدة قالت لي من الاول شنو هنا ذاك سيبوه قالوا يراك الوالدة عكسها الوالدة خاطر بطبيعته يشعر هو شعرك اللغة نتاع بل الشعر نتاع الجيجلو كالحكاية سمعت وقتها فازيت تراب معناها حاجات مضافة كل واحدة ما فيهمش اللغة ما فيهمش صحيح عجبته قال لي كملوا صحيته فما تكا قولوا احنا وطبعا امك مازلتها فيك مهبول لا لا امي توا ما عادش مهبول امي توا سافا عندك الحق يا خايت وعندي خويا ذي توا نقول لك كيفاه الوالدك قال لي كمل وجاوك به مي هذاك هو معناها خوك قال لك شد قرايتك بهذا لا خويا اصغر مني شنيا يسمع ويقول لي مش هذي يحبك الله اكثر يحبك معنى. اكثر ليه مش هذي سمعوا هذي ها ناقص مازلت باين نجي نسال سؤال خوك انا راني كي لاحظت الفلاره الحمراء ذي راني نصورك بها نخمم في الصيش باش نعمل الدنيا سخونه باش نعمل كاين عندك فكره نتاع فلاره هكا خفيفه ولا هكا تحب اللون بالفوتر موضوع انا حاجه حمراء في رقبتي نحب عليه القى لي حل كيما لقيت لي هو عايش انا نحب حل لي انا وكهو توا نرجع نحكي اكثر كلام غلط تحكي عليك شنو اكثر كلام غلط تنقول لك انا ملي صغير ملي صغير كيفاه هكا ديما حد يحد روحي ما نحبش هكا ساعات تلقى عبيد هكا يمشي يترام يلقى جروب يترام فيه يمشي يلقى كلام انت ليه انا ديما يريكش حد يحد روحي كان لقيت واحد في جوي هاني حكينا ما لقيتش ديما سكت على روحي وريكش حتى في قهوه تلقاني يريكش واحد معناها يما واحد معناها صاحبك يفهمك صحيت ديما مش هكا لغه مضروب في روحه ما يحبش يحكي ما نعرفش عليه كيفاه هذاك يعيش مهبول فهمتك كل واحد يمشي فيك فهمت كيفاه هيك ديما هذيك اللغه هذيك تتحكي فهمت ونساو معناها كواحد ديما حد وعين راه واحد حد وحد روحه معناها لا ولا لا مضروب في روحه فهمت هيك هاو هذيك اللغه تتحكي كان حاسه مضروب في روحه في الراب ديك حاجه أم في الدنيا لا معناها فهمت
ديك راب خدمه خاطر ما تفرضش عليه باش يكون يحكي معاك وانت ترابي ولا حاجه. كل واحد وكيفاش ماشي شد سنيته. كل واحد صحيت هاي كل واحد وفازته وكل واحد ودنيته كيفاش يعيش. واكثر حاجه غلطه ترى فيها قاعده تصير في الكولتور كامله نتاع الراب حسب رايك شنو هي مان؟ والله فما اكثر حاجه غلطه فما عبيد ركبت على الواقع ركبت على الموزيك يجي ما نعرفش يعمل لك فازة لك عبيد نقول واحنا ما حشتهاش ماهيش غرام تاع راب ماهيش مش توصل الميساج يجيك يعمل لك فازة كيف نقول واحنا حد شيء ويسيب عليها برشا فلوس وتطلع الحكايه ذيك معناها نقول واحنا عرضونا صحابنا في الانترفيو نعبوا زينكم تمسخ في اللغه فهمت كيفاه فهمت كي نعطيك اكزامبل مش في الراب نعطيك اكزامبل مش في الراب اللي تحديدا في الاماكن العامه توجد هناك فتاه بجانبها كاميرا صحيح ووراءها الكاميرامين وتسال الناس عربيا نهبلك عربي نحب يسبني خلي يسبني اوكي قاعده نفدك خاطرني نقصري من الهبله نتاعكم وتاتي الى الفتيات هل صارت لك كا صارت لك كا صحيح فهمني انت ماكش تجيب لها الفيو تلوح تلوح انت تحكي موضوع تركب لك على حدث نتاعك باش تعمل هي البيت صحيح بيت موجوده مشكل في الراب حاجه يقصوا منها ويخلوا الحاجه اللي بالضبط دوك حاشيك عبيد تحسهم نعرف عديت الغادي قبيله حس حوجيت مصر شوي هاي نكمل كيف كيف هذاك الكل كيف صحيح دقيقة بدل فيك حاجه الراب صلح فيك حاجه وليش نقول لك رابك كيف نقول واحنا الحاجه اللي كي تتعب من الدنيا تشكيلها تتعب معناها صاحب راي غار صاحب صاحب انت مش تغير صاحبتك من جمله ذي من الاخر معناها اختي سامحنا تعرف خدمه نجم نبرر لك موقفك تجاوب بيا على الاخر كيف نقول واحد تتعب مشكله حديتكم بصرح معناها اي حاجه تصير لك صحيتك تخرج واقعك صحيتك تنجم حتى يبعدك على حاجات ينجموا مثلا يضروك في حياتك تنجم تشد نهار كامل كتيبه وراها تبدا على برشا حاجات صحيت تبدا على برشا حاجات الحوم في الحاجات صحيت الحق تركش مثلا في الليل كنت ما نعرفش خارج من شنو مش تعمل ليه تركش تكتب تعمل فازه ليه خاصه انت ترسم لك بيوت معين تحب توصل له دونك صحيت وخاصه انك تبدا حاجه ما ستك على الاخر هيك مش تكتب مش تخرج جيت على الاخر فهمت كيفاه كان جيت شرابير شكون تكون ولا كنت نكون بوكسي بطلت البوكس بطلت البوكس شديت كنت في الراب شديت في الراب بوكس بقى وحدي معناها ما عادش نمشي سالة ما عادش فهمت كيف هكا واحد فهمتني في الدار هاكا يعمل هكا سبيعة نص ساعة فهمت كيف كوردة فازيت وحده فهمتني اي ولدي مكوردة فيش تفهم كوردة ما انت حر حد يعني ليه كوردة فماك قلنا فيلسوف ماك تعرف فهمني انت قلت معناها هو ما نافيك اهم سؤال انا عندي طبعا والله يعجبني السؤال اللي ركز معايا وقتاش كنت ساتسفي بروحك وقلت انا توا رابر انت مقتنع بروحك رابر مش لعبت ترافيك ترابي انت مقتنع ترافي روحك سي بون انا مقتنع من اللي هبت اللي قلت لك وقتها كي بديت ارتحت وقلت خدمه جديده توا مش نبدا على روحي كتفيت العباد باللي مش يحكي ربي معاه انا توا خديت طريقي مش نخدم على روحي ولا شيء تطمح وليش نقول لك طموح لبعيد لبعيد قد معناها قد نوعد روحي قد ما نجم نعمل ان شاء الله ان شاء الله تعبنا عليه صحيح الحمد لله يا ربي صحيح وكوارجي كوارجي يبدا بيه ما فهم شيء يبدا يحكي ما تعبنا عليه والله تعبنا عليه صاحبي والله ذكرته ما قلت له نحب نسب انا بالله يسيبني صحيح الانترفيو تابع على ام في تي ماني كلاميه حديثه راني ماني صحيح كل واحد يقول قد ما نجم نعمل ان شاء الله وكذا فهمت كيفي؟ هكاك أول غنية هبطتها شو تعني لك؟ أنت كيت بارشة أكيد أما فجأة فما واحدة من الوحدات الكلهم قلت أنا هذي بش نبطها تعني لك حاجة باز تعني لك حاجة والله الكلهم يعني هم الكلهم يمسهم فما تراكات لا عندي سؤال أحسن تراك عندك قل لي أحسن تراك عندك شو يعني لك؟ جيتك تراكات هذوك شو سيبهم في بالك؟ أحسن تراك عندي مازال ما هبطش كاتبه مازال ما هبطش هكا يحكي في حاجات مسوني على الاخر علاش مازال هبطش مازال وقت باش معناك من ارتيست عندك ليش نقول لك انا ارتيست شريتها برشا عبيت شالك فيها ساعه لك على السؤال المهم حتى هذا يا رب بالاحمر ما هو كراسه في ديكم انا نشوفها ساعه جايه واحد يقول ارتيست يعني جايه من ارت يعني لازم واحد
كيف نقولوا احنا يحترمها حتى فهمت كيف هيك. فما برشا عبيد هكا يحب يركب يعمل فازة باش يظهر يحب يسب صحيت انا راها تخدم على روحك تو حدها تجيك. معناها انت شنو اللي تراه يضر الارتيست؟ اللي يضر الارتيستك مثلا يسيب كل واحنا روحه ويرمي روحه على عبيدهمكم ظاهرين ولا حكاية باش يطلع ثم تكا معناها ما يخليش بس انتم كل واحد على نفس الموضوع صحيت انا هذاك انت تشتغل شنو تراه يضر الارتيست بالطبيعة اللي يسيب روحه اي مديم مسيب روحه معناها مش ارتيست معناها هو شنو معناها يلوج معناها عليك فيسع مش شطلع باش يطلع معناها وانا راها اللي يطلع فيسع يطيح فيسع عليك نور والله الطفل هذا نقطكم معناها جاوب به مش مضروب في روحي يعني مانيش تقدر من معرفة يحكي في حكم الله يقول في حكم من مين بيه تحس اللي في الدومين هذا نيتشه قال لك كيف هي اه قلت الحياة كالمرأة تريد من جاءها غازيا اسمع ذي ابش كم انت دي تقولكم فيه هتقولكم فيه بيه ظل تحس اللي فما مزايا في الدومين هذا وليه فما زوز حاجات فما ناس تتعامل مع بعضها فهمت كيف فما ناس تسيبورتي في بعضها فما ذوكم تحسهم يخدموا على رواحهم لازم باش يخدموا مع بعض مي فما ناس تحسها تجيب في انسان نقولوا احنا بفلوس وبرشا برشا لغه ولت عندنا في تونس يجيب انسان معناه يحب يطلعه فهمت كيف معناه انت شنو رايك في فصل الموسيقى تكذب برشا فلوس ما عندكش فلوس تنجمش توصل هكاك والله اللي هذيا انا راها صحيحه وغالطه انت كيفاه خي احنا معناها شكون اللي بدا بفلوس ليه ما هو انا علاش كتبت السؤال هذا اصلا العبيد توا ما يفهم في شيء يغزر بعينيه فهمت انت مثلا تجيب له كليب كيما تاع قبل كيما نصوروا في الراي قبل يسمع يراها نورمال خاطر ما كانوش مطورين برشا توا العبيد طاف في كليبات انت تعمل كليب رعد ومش رمال كل باش تدخل تتفرج حتى كيما انت تكرايب تلقى برشا في تلقى انت تمزق مش رمال ما تعملش كليب اصلا تحب تجي تستعفيش متلقاش حق يعني الفلوس بالنسبة في تونس ولت نقول واحنا سيطرت على في كل شيء صحيح لكن اللي ولت صحيح ساعات تلقى انسان معناها فازته ما هيش وانسان فازته تنجح على الاخر ما الاخر عنده برشا فلوس مش عليها والاخر مسكين سايبها وحده وكي كمان شكل وين قلبي عليكم عبد كل والله اما شنو يا رب رحمة اللي يخدم يلقى اكيد فهمت كيفاه اليوم ما عندكش فلوس صورت حاجه عاديه غدوه تخدم تلقى فلوس ما تركبش على الحدث على حتى شيء وما هيش الدنيا كلها فلوس يعني. والله شو تحس كترابي تركش انت فكر كبير فبني تركش تتخرنت شو تحس تحس برشا انرجي وبرشا ترتاح برشا منه ولا ترتاح على الاخر انت قاعد تخرج في برشا حاجات بهين وخايبين بيه تو اهم موضوع باش نبرر موقف العبيد علاش حسب رايك علاش بيقي العبيد تو فما غزره معينه للرابيوريت خايبه هذيك فكره قديمه وبقات تتبع فينا لتو هيك رابي يعني راو الفساد الكل عنده راو ما يصلحش راو شارع راو فهمتك عبارة نقول واحنا كالوالدين ولا اللي يخزروا يقول لك كك عبارة كنتك اللي عنده ولده ما يحبوش يخالط فلان هذيك ما تخالطوش هذيك راو مش بيه ولا تلفزيون ضايف يهب الخفيف نضيف معناها بدا يرابي من معناها من حاجة بالحق فيه راب عادي راو فن شارع صحيح علاش فن شارع مش خاطر فيه كلام زايد بخليف خاطر فيه مواضيع والواقع وتحط ولد حومتك فيه شي تسيف ولا ما نعرفش سيجار وزطلة ولا حاجة ما هو مش معناه هو يشجع ولا هو كل شارع ذيك واقعنا ذيك واقعنا خو شعبية ذيكش موجود والله بيش تقول لعب مغرومة كيا وصغير يحب يطلع قل له اخدم على روحك وما تسمعش كلام العبيد واسمع كين الناس اللي معاك حتى اللي معاك سمحها مش بارشة نطبع حيث صحيح ما تسمحها مش بارشة واخدم تلقى عمل على روحك طب وقل حاجة روحك انت مش كنت ترجع لهم بعد مداية تلقاها وتعمل فيها جو شوف روحك نقول لروحي شرى ربي معاك واخدم تلقى واللي عند ربي مش بعيد نرجع لك بعد عام ولا قديش نشوف شو مش ما فميش ان شاء الله ان شاء الله بيه توا باش نعمل كل عادة فريستايل
ما عادش حتى حد يقول لي امان هزوا الاستوديو اللي يعملوا في الاستوديوهات عبيد ليا بيه عندهم شين وياخذوا في الخدمه هذيك كل واحد وخدمة صحيح ولا كين حبينا نهار نعملوا في هذا الاستوديو ديك احلى حرار زيد فاز على اللايف معني انا جوز احلى جو. احنا هكيك حاجه ما تقوليش شيرة 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 معناها هكي نحب هكيك ان هاني قلت لك خلي نعمل في فازتنا وحدنا لا نتبع فلان ولا ننظف الغنيه ولا ناخذ له من غنيته ولا حتى شيء شيرة هذا رابور صحيح شنو يعمل دي ستايف الخفيف اوكي ما سمعوه لا دروغ سي لا كوكايين اون ذا فوك 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 لا سبور سي لا بروتاين بو 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 باو با جادور كوت ماك جو مور كالمي كازانوفا Big boss, last tip, chaque jour dans mon voma. Pas grave, je sais, I'm here like Roma. Filo mafiani, nazi almani, je la mampani, non non. Mokhi shaitani, nimchi filmoni, tayah matrani, non non. Bri adwini, wati talqani, vgabab nirani, solo. Valise, money, doucette, khazin. Rishta, police, moto, mrazin. Maya, laktis, FIFA, wazin. Ta'shiq, layris, juju. Mrazin, I don't love this game, but love big money. I don't love my name, but father some many. This girl my dream, brought me big money. I don't love this girl, but love big money. مخي مصاب بمدد بالعصاب بس بدي غراب ذارب نبرة مصاب بدي لمخدر حياة العذاب غالب ومنتي نتصلح منتي ومفرح قلبي المجرح طالب بابا المفرح بروحي متملح عليكم نحارب حارب لا دروغ سي لا كوكايين و ذا فوك 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 لا سبور سي لا بروتاين بو 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 باو باو I don't love this game but love big money I don't love my name but father some many this girl my dream brought me big money I don't love this girl but love big money Brr. Pow pow فما من والله شبيبة والله شبيبة عليك الكلام وبيك مربوط فما منه اللي بال البلاد مضبوط فما منه بالبطالة مضبوط فما منه اللي مش واضحة الخطوط فما منه